اهلا يا بنات، النهارده جايبه لكم وصفه خرافيه في سهولتها. ما افتكرش في وصفه اسهل من كده. هنعمل وصفه لترطيب الوجه وملء الوجه. طبعا دي حاجه ممكن ما نتخيلش انها حقيقيه، بس احنا بنتكلم النهارده عن مكونين مش هنقدر نوفيهم حقهم. المكونات دي طبيعيه 100%. احدهم ماء الورد، مية الورد اللي كلنا عارفينها، والتاني اللي هو الجليسرين الطبيعي. والنهاردة انا بستخدم جليسرين نباتي. مية الورد يعني مش هنكفيها حقها، يعني احنا اهلنا في بلاد الشام بيعتمدوا عليها تماما في الروتين اليومي بتاع العناية بالبشرة، ولذلك هما بشرتهم جميلة ونضرة. مية الورد دي معمولة بطريقة طبيعية، مش منضاف لها اي حاجه، ولذلك انت يعني لو تقدري تحطي يعني فلوس زياده في نوع ميه الورد اللي بتستخدميه هتستفيدي بعيد عن اي مكونات كيميائيه او ممكن يضيفوا لها لون او يضيفوا لها معطر، في حين ان ميه الورد الطبيعيه مش محتاجه اي حاجه خالص وريحتها اكتر من رائعه. ميه الورد مرطب طبيعي، بالاضافه حتى لفوائدها لداخل الجسم نفسه، هي صديق البشره الاول، يعني يكفي ان انت بس تمسحي الوش بيها بقطنه نظيفه مره او مرتين في اليوم، شوفي الفرق المباشر على وشك خلال اسبوع. طبعا في انتعاش وترطيب فوري، لكن بصي على نوع نضاره وشك خلال اسبوع ورايح واكتبي لي في الكومنتس هتلاحظي ايه لو انت ما استخدمتيهاش قبل كده. الجليسرين اللي بستخدمينه النهارده جليسرين طبيعي. الجليسرين مكوناته الاساسيه عباره عن هيدروجين واكسجين وكربون. التركيبه دي بتخليه قريب من تركيب الجلوكوز، وعشان كده الجليسرين بالاضافه لانه مرطب طبيعي رائع للجلد، بيعالج التشققات وجفاف الجلد والتهابات الجلد. جميع شركات منتجات التجميل بتستخدم الجليسرين. الجليسرين موجود في المكياج، في منتجات العناية بالبشرة، في كل شيء هتلاقي الجليسرين موجود. نظرا يعني لتأثيره الرائع في الترطيب والعناية بالجلد، التركيبة بتاعته اللي هي قريبة من تركيبة الجلوكوز هي اللي بتخليه له تأثير الملء على البشرة، ملء البشرة نفسها وملء الوجه. الوصفة دي لها مكون ثالث بس أنا الحقيقة مش متضمنة النهاردة، لأن دول كفاية، دول كفاية جدا يقوموا بالغرض. المكون الثالث نادر الوجود، مش هنقدر نجيبه وغالي جدا، يعني أنا حتى حاولت أجيبه أونلاين ما لقيتوش، لكن المكونين دول بس كفاية. وعشان كمان أفاجئكم بمدى سهولة وروعة الوصفة، هنحط كمية متساوية من الجليسرين تساوي كمية من مية الورد، وهنجيب اي اناء او وعاء زجاجي او كونتينر ازاز. انا النهاردة هستخدم مكبس جبته من ايكيا، اي مكبس فاضي عندك يكون ازاز. انا بفضل دايما الازاز للمنتجات اللي بنستخدمها لجسمنا سواء للاكل او للتجميل. لو ازازة، لو عندك ازازة ازاز فاضية تغسليها كويس وتستخدميها، كميات متساوية من الاتنين ووصفتك بتكون جاهزة تماما. هنا حطيت نص الوعاء اللي بستخدمه او الكونتينر من مية الورد، ريحتها بس والازازة مفتوحة ريحتها رائعة. وهكمل النص التاني بالجليسرين. الجليسرين لو نلاحظ قوامه طبعا اتقل. الوصفة بتاعتي جاهزة دلوقتي. شوفوا قد ايه امتزاجهم ببعض رائع من غير اي مشاكل، مش محتاجين اي حاجة، احنا خلطناهم ودوبناهم مع بعض في ثواني. وكده الوصفة جاهزة للاستخدام بالكوتن باد بتاعت المكياج او بقطنة او حتى على ايدك، وبتمسحي بيها وشك، وان شاء الله الوصفه تعجبكم. انا قناه عشان تستفيدوا بكل الوصفات الجايه وكل الفيديوهات العربي اللي انا هنزلها ان شاء الله، او هترجم بعض القديم اللي انا نزلته بالانجليزي. اكتبي لي في الكومنتس تحت ملاحظاتكم او تجربتكم مع الوصفه النهارده. بليز اعملوا شير للفيديو عشان الناس تستفيد، واذا الفيديو عجبكم اعملوا لايك، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله.